اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هناخد انجلش اكسبريشنز مهمه جدا. الانجلش اكسبريشن الاول هو اي تيب ماي هات تو. اي تيب ماي هات تو هو تعبير عن الاحترام، تو شو ريسبكت، وتنفع في الجريتينجز في توجيه التحيه. فناخد مثلا مثال، يعني معناها هي ارفع القبعه. طبعا ما ينفعش في نقول بالانجليزي اي ريز ماي هات. ناخد مثلا مثال على I tip my hat to، نحطها في جملة عشان نفهمها بشكل أفضل. هنقول مثلا، نفترض أن النادي الأهلي عمل أداء رائع وأحرز مثلا 3 أهداف وفاز في أحد المباريات، فأنت عايز ترفع القبعة للنادي الأهلي، هتقولها إزاي؟ هنقول I tip my hat to الأهلي players for scoring 3 goals مثلا. I tip my hat to مثلا، يعني علامة طبعا دي لتوضيح to show respect or to show admiration الإعجاب، أو يعني تستخدم في أيضا للتعبير، أيضا للتعبير عن التقدير والامتنان. عندنا الإكسبريشن رقم 2 هو a cold day in hell. هي المفروض طبعا تتكتب كده a cold day in hell. طبعا الترجمة حرفية هتبقى يوم بارد في الجحيم. هل في الجحيم اللي هو هل بيكون في شيء أي من أنواع البرودة؟ دايما بيكون الجو طبعا بيكون في الجحيم نار، مفيش. فهنا طبعا للتعبير عن استحالة حدوث شيء، دي معنى a cold day in hell. مثلا اتنين بيلعبوا شطرنج، ففي واحد تاني بيقول له عايز يقوله مستحيل، ولما تشوف حلمة ودنك انك تهزمني. يقول له مثلا، هيقول له it would be a cold day in hell when you beat me. فدايما طبعا a cold day in hell بتاخد when، بيجي معها when. It will be a cold day in hell when، or it would be a cold day in hell when you do something، when you beat me. It would be a cold day in hell when Zamalek wins the Egyptian league. يعني وده طبعا نادرا ما بيحدث. التعبير الثالث زي ما انتم شايفين هو never say never. دايما في بالنسبة للغرب عندهم مبدأ انه لا يمكن ان الانسان يقول انا مستحيل اقوم بعمل شيء، لن افعل كذا ولن افعل كذا، مفيش. ليه؟ لانه عندهم حاجة اسمها never say never. دايما في احتمال، في possibility دائما لحدوث الشيء حتى لو كان مستبعد. فدي تدل على ان في شيء معين من المستبعد حدوثه، ولكن never say never، ما تقولش ابدا انه لن يحدث. فمثلا مثلا واحد بيسأل واحد do you think زمالك مثلا will win the Egyptian League ده سؤال. في واحد زي ما كان طبعا بيرد بيقول، او في واحد مثلا يقول اهلاوي لانه هو دايما بيكون معارض للزمالك، فهيقول مثلا
I don't think so. تمام؟ لا أعتقد. But never say never. Never say never. يعني ما تقول شيء مستحيل أو لن يحدث أبدا، لأن أي شيء ممكن معجزات تحدث، والزمالك يفوز ببطولة الدوري مثلا. مثلا الاكسبريشن الرابع الاكسبريشن الرابع هو the straw that broke the camel's back. طبعا لما نشوف هنا سترو معناها قشة، وبروك كسر، وكاملز باك اللي هو ظهر الكامل معناها اللي هو البعير او الجمل. فالاكسبريشن ده على بعضه معناها القشة التي قصمت ظهر البعير. The straw that broke the camel's back. دي طبعا بيكون الشيء يعني اللي هو ظهر البعير لا يحتمل أي شيء، فلو وضعت عليه قشة بيبقى من كتر الحمل خلاص، فممكن يكون شيء بسيط هو يؤدي إلى نهاية شيء معين وانتهاءه للأبد. فدي the stroke that broke the camel's back. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. لو أعجبكم الفيديو أرجو منكم المشاركة ببعض التعليقات ومشاركة الفيديو لمن يحب اللغة الإنجليزية وأي حد عايز يستفيد. شكرا لكم. Thank you very much and see you in the next video.